إن شاء الله راح نتكلم في الدرس العاشر في علاج البواسير، والكثيرين يعني يحتاجون علاج لهذا المرض، وننصحكم بعدم الجلوس في مقطس شرجي مؤذي للبواسير إلا بعد استشارة طبية. مقاطس الشرجية التي تكون بالماء الدافئ أو الماء الدافئ مع الملح لا تصرف إلا بعد العلاج، وأيضا تصرف بعد من قبل طبيب متخصص على حسب الحالة، حالة البواسير، مرض البواسير. وأيضا ننصحكم يعني حينما لا تستجيب الحالة ولا تخف يعني من معاناتها، ننصحكم باستخدام هذه الوسائل العلاجية المنزلية، أو حينما يعني يحصل مثلا نزيف في المنطقة أو أي مشكلة فيها. وأيضا في حال حصول نوبة شديدة من الألام في البواسير، فإن يعني ثم عدت يعني يوجد كثير من الوسائل الطبية العلاجية الأخرى، منها طبعا تحتاج إلى متخصص وطبيب في البواسير وبعد استشارة طبية، مثل الكي الحراري باستخدام الأشعة ما تحت الحمراء للعمل على حصول انكماش في كتلة البواسير الداخلية، وقد يعني تشفى الحالة دون يعني اللجوء لهذه العملية الجراحية. كما أن يعني في ثمة وسائل جراحية كثيرة، مثل الربط المطاطي، أو مثلا يعني في عملية أخرى مثل الاستئصال الجراحي للانتفاخات الوريدية الموجودة في هذه المنطقة. أنصحكم أيضا استشارة الطبيب المتخصص في هذا الموضوع. إلى هنا انتهى الدرس، كان معكم الباحث خالد من السعودية الحليبي، ونشوفكم في درس قادم.